بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا طلبة وطلبيات طلبة وطلبات البكالوريوس طب باطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل مع حضراتكم إن شاء الله موضوع البرازيتك ديزيز. في كود ريمبر وي كلاسفايز ذا برازيتك ديزيز انتو دايركت ترانسميسبل ان دايركت ترانسميسبل اند ران ترانسميسبل تو وان. خلصنا الجزء الأولاني اللي هو الدايركت ترانسميسبل تو وان. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض الاندايركت ترانسميسبل بارازايت والنون ترانسميسبل لانس. البارازايتس هنبدأ الأول بالبارازايتس اندايركت ترانسميسبل تو مان. في الموضوع ده هناخد ثلاثة اللي هم الكينوكوكس كرانيلوسس والفاشولا والانجيتيولاريناري. هنبدأ الأول بالكينوكوكس كرانيلوسس. الكينوكوكس كرانيلوسس دي تبقى دلتور، بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في السمول انتستون اوف دوك. بتبقى حوالي 3 دي سيستودز، الطول بتاعها بيبقى حوالي 3 ل 9 مليمتر. اللينس بيسموها الدوار في تابور دودة القزمية. الهيد بتبقى ارمد ويز دبل رو اوف هوكس، ناس بيقولوا 30 ل 36 هوكلت ارينجد ان تو سيركتس. طبعا الجرافيت سيجمنت هنا بتبقى فيها 5000 راي بيكس. في كود ريمبر في التينيا ساجناتا كان بيبقى فيها كام؟ حوالي 100000. الاربع سيج بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها هيدا سيست. موجوده فين؟ موجوده في الاورجنز مين الليفر اند كيدني اند تيشوز اوف فود انيمال، يعني الكاتل والكامل والشيب والجوت والبيك. بتعمل ديزيز وبتصيب المان اللي هو الاربع سيج، بتيجي في المان بتعمل ديزيز بيسموه الهيداتوزس. اول حاجه هنتكلمها بقى على هيدا سيست، يعني الهيدا سيست دي الاربع ستيج. اما الادلت ورم اسمها كينوكوكس جرانيولوزس، دي موجودة في الفود انيمالز ودي موجودة في السمول انتستين اوف دوكس. في تو تايبز من الهيدات سيست، اليونيوليكولار سيست ودي اللي بيسموها الهيدات سيست، ودي السيستك ستيج بتاع الكينوكوكس جرانيولوزس اللي هي الادلت وورم موجودة في السمول انتستين اوف دوك، والارفر ستيج موجودة في الفود انيمالز. التانية المالتيليكولار سيست بتبقى دي هوني كامبت وفيها جيلاتينس فلويد، ودي السيستك ستيج بتاع الكاينوكوكس مالتولوكولاريس. الكاينوكوكس مالتولوكولاريس الادلت بورم بتبقى موجود فوكسس، اما اللارفال ستيج بتاعتها اللي هي المالتولوكولار سيست بتبقى موجوده في الدير. بعد كده ايه ريزرفوار والترانسميشن ازاي بتاعها؟ الانسس بتاع الهدا سيست الكامل بيبقى اعلى من الشيب، والكاتل الشيب اعلى من الكاتل، والكاتل اعلى من البيج، ما تعزلتش او ما لقوهاش في البفلو. الانسيدنس في الاولدر او الايجيد انيمالز بيبقى اكبر من اليانج وان. الريزرفوار الديفينتيف هوست قلنا مين؟ الدوك. وبالمالتيلوكولاريس بتبقى الوايلد انيمال. انترميديت هوستس بتبقى الفود انيمال، الشيب والكاتل والكامل والبيج والمان. المود اوف ترانسميشن الدوج ازاي؟ عن طريق انه ياكل فيزرا من اللانج والليفر فيها الهيدات سيست. وفي الموضوع ده بيقولوا الشيب دوج سايكلز امبورتنت، لان هم بيقولوا ان الهيدات سيست منها فيرتايل وسترايل. الفيرتايل هيدات سيست تقريبا 80% من الهيدات سيست الموجوده في الشيب بتبقى فيرتايل، عشان كده بقولوا عشان اللايف سايكل تكمل الشيب دوك سايكل شود بي اكزيست. المان بيتعدي ازاي؟ بيتعدي هاند تو ماوس ترانسفير. الدوك فيه مشكله ان هو بيعمل ليكنج للقنص بتاعه، وبعدين يعمل ليكنج للكوت، يجي المان يلعب ياخد على الفينجرز بتاعته وينقلها بعد كده الماوس، او ان الدوك يعمل ليكنج للقنص اند زين ليكنج الاونر بتاعه. دي الموست كومن روت اوف ترانسميشن تو هيومن. دلل على الكلام ده ان هم عملوا ابحاث في لبنان تحديدا، لقوا ان الناس اللي عندهم كلاب نسبه الاصابه بيهم بتبقى حوالي 20 مره قد ما عندهمش، والانسيدنس اوف ذا هيداتوزس او الهيدات سيست او الهيدات ديزيز في لبن كريستيان از اباوت توايز از لبن المسلمز. الحاجه الثانيه ممكن يحصل انجيشن اوف فود زي لوتر كريس واللاتوس اللي هي حصل لها كونتامينيشن باي الرات والمايس او الكوكروشس اكسكريتا اللي بيبقى فيها البروتيتس.
في اذر ميثودز يعني مش هنخوض في الهيومن، لكن الحقيقه الموست كومن روت اللي هو الهاند تو ماوس ترانسفير. اللايف سايكل بتمشي ازاي؟ قلنا ان الفاينل هوست اللي هو الدوك هيتعدي عن طريق ياكل الفيزرا فيها الهيدا سيست، بعد كده اللارف هتعمل اتاتشن للسستاينال وول وهتكون الادلت في بعد 7 ويكس، هتكون ادلت وول. الادلت وورمز دي هيبقى فيه اكز موجوده فين؟ في الفيسس اللي بتقعد 3 4 مانس. قلنا المان بيتعدي ازاي، بيتعدي ازاي، لكن الفود انيمالز لو الاكس دي نزلت على البشر بتاع الفود انيمال، والفود انيمال دي كان البشر كونتامينيتد باي اكس، هيعمل الجاستريك جوس لبريت الامبريوس اللي هو الانكوسفير، وبعد كده هيروح الانتستين، وبعد الانتستين هيروح الليبر. الحقيقه اللارج امبريوس بتتحجز في الليبر، اما السمول امبريوس بيحصل لها باسج عن طريق الراديكالز بتاع الليباتيك فين لللانج، يبقى اللارج امبريوس في الليفر، السمول امبريوس تبقى موجوده في اللانج. الفيري فيري سمول امبريوس كود باي فروم ذا لانج عن طريق السيركوليشن لاذر اورجانز اور اذر بارتس اوف ذا بادي. لذلك ليه الهذا السيستم موجوده في الهارت، واللي هو موجوده في الكيدني، واللي هي موجوده في الفيرتبري بتاع الفود انيمال. دي اللايف سايكل برضه مش هضيع وقت في ال ايه الكاركترستيك بتاع الهذا السيستم. اول حاجه السايز، السايز بتاع الهذا السيستم بتروح من الباربل اللي هو قد البليه كده لغايه التشايلد هيت، لكن الافريج لما اجي ادور عليها غالبا بتبقى في حجم الجولف بول. الشيب فاري فروم اورجان تو انذر، بتاخد شكل الاورجان بمعنى صح اللي هتبقى موجوده فيها في اللنج، عشان الضغط متساوي من جميع الجهات، ما عليهاش مثلا بون ضغط عليها او كونكتيف تيشو زي الليفر، فتلاقي لا خدت الشكل راوند اور اوفر. في الليفر شكلها بيبقى ريجولار ديو تو بريزنس اوف كونكتيف تيشو، ان بونز بتبقى بتاخد الشيب بتاع البون ستراكشر، يعني لما اكون موجود في فيرتبري كده هتاخد شكل الفيرتبري. الاستراكشر بتاع الهيدس السيست عبارة عن اكسترنال كوتيكولار ممبرين، اللي اول هنلاقي الممبرين بتاع الاكسترنال كوتيكولار ممبرين ده بيبقى جريش وايت ان كلر، وبعدين انر جيرمينال لير. الانر جيرمينال لير ده بيبقى عليه بابليه، بابليه دي بيطلع منها برود كبسولز، البرود كبسولز اتاتش تو ذا جيرمينال لير بار وات از كولد شورت باديكل اور ستوك. جايه الرسمه بتاعتها حالا. البرود كبسولز دي بيبقى فيها السكوليسس، كل برود كبسول بيبقى حوالي في من 5 ل 20 سكوليكس اللي هم بيكونوا الهيد بتاع الادلت تارمون اللي بيحصل ايفاجينيشن وبتكون الادلت تاب ورم بعد كده. احيانا الكبسولز دي زي ما بقول لحضراتكم اكسترنال، ده الهوست تيشو، ده الاكسترنال كوتيكولار ممبرين، ده الانر جيرمال لير المفروض انه يبقى عليه بابلي اللي بيطلع منها البرود كبسولز، كل برود كبسولز فيها من 5 ل 20 سكوليسس. زي ما بقول لحضراتكم ان احيانا البرود كبسولز ديتاتشت فروم جيرمال لير وفلوت في الفلويد، وبالتالي تلاقي الفلويد ده بيبقى يلو او براونش ان كلر، ودي تعتبروها فيرتايل هيدا سيست. انما لو ما فيش برود كبسولز وبالتالي جيرمال لير ده سموث، ده بيعتبروها سترايل هيدات سيست. الهيدات سيست بيبقى موجوده في الاورجن اندر بريشر، يعني لازم تبقى كيرفول قوي، ولو انت بتفتح في السكينه عشان صنف اوف ذا فلود كود بي راش انت يور ايز، ودي بتعمل الرجي، وده بيفرق الكونسيستنس بتاعها الكونسيستنس بتاع الابسس، الابسس هتلاقيه دوي، اما دي بتبقى موجوده اندر بريشر. دي شكل الهيدات سيست موجوده في الهارت، هذا السيست برضو موجودة في الهارت بتاعك، هذا السيست موجودة في الليفر، بقول لحضراتكم في أحجام برضو هذا السيست واضح إن دي كبيرة في الليفر، أذر هذا السيست موجودة في الليفر، دي تقريبا هذا السيست موجودة في الليفر بتاع الشيب، أنظر وان في رسم المرة دي في الليفر وفي السبلين كمان بتاع الكاف في الليفر. في الكدني بتاع القاف اهي مفتوح اهي. ازاي اعمل دياجنوز في الهدا سيست؟ الدياجنوز في الفود انيمال الحقيقه بتعمل في البوست مورتم اكزامينشن او البوست مورتم انسبكشن،
اما في اليومن ان هم يعملوا بقى اكس راي او سونوجرافي او الايزا او كومبلمنت فيكسيشن تيست ديفرنشال دايجنوزس. لازم نفرق الهيدات سيست مش الهيدات سيست الكالسيفايد هيدات سيست. في احيان كتير قوي ان بيحصل زي اي سيست بيحصل لها كازيشن وكالسيفيكيشنز، وبالتالي الفلود اللي جوه ده بي ريبليسد باي كالسيفايد ماس. بيحصل ان الفلود ديسابيرز اند الكافيتي كونتراكتس وتضم على بعضيها كده ويصبح عباره عن ممبرين جواها كازيت الماتيريال. عشان تفرق بينهم ببساطه تبص على الريجنال لينف نود. يعني انت عدد سيست في الليفر عندك فور اكزامبل، يعني هتلاقي ان البورتال لينف نود ما فيهاش ليجن، اما في التوبركلوزس هتبقى فيها ليجن. الحاجه الثانيه ان الكالسيفايد او الكازيتد كونتنت اوف ذا سيست كود بي ريموفد اوي ويز ليتل سكويزنج. لو ضغطت على الممبرين كده هتطلع الكازيتد او الكالسيفايد ليفنج سين وولد كافيتي، هتسيب بقى الوول خلاص مش هيبقى فيها. الحاجه الثالثه ان انت تعمل مايكروسكوبيكال اكزامينيشن تو ديمونستريت ذا بريزنس اوف هوبلتس. كلينيكال فيتشر مش حضرتك بيها، لكن الجادجمنت بيقولوا ان الاورجانز او الفيزر افكتد باي هذا السيست should be removed in such a way neither animal neither dog nor other animal can have a cystozim. دي معناه ايه؟ ان الافكتد بذره هنعمل لها كونتامينيشن وهيجينيك ديسبوزال. الكركس ممكن تتعدم، الكركس ممكن تتعدم لو في ايماسيشن او اديما او ان الماسلز افكتد، وده اتس فيري 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 كونديشن. الكنترول ميجر بسرعه كده نعمل افيشنت انتميت انسبكشن، وبالتالي هنعمل هيجينيك ديسبوزال للافكتد فيزرا. لازم يبقى عندي ميجرز ان الدوكس اعمل البريفنشن تو ذير انترنس تو ذا سلوتر هاوسز او الاباتوار. الفيزرا والافل شود بي كوكد بيفور اوفرنج تو دوكس. اعمل اكزامينيشن او تيستنج للدوكس، والانفست دوكس شود بي تريتد. educational programs او educational campaign عشان ارفع الليفل او الاويرنس بتاع البابليك هيلث اسبيكتس بتاع الهيداتوزس او الهيدات الديزيز. تاني حاجه نتكلم عليها اللي هو اللينجيتيولار ريناريا، لان هم ثلاثه. تاني واحده اللينجيتيولار ريناريا، اللينجيتيولار ترانيا ده الادلت وورم اللارفال ستيج بتاعتها اسمها لينجيتيولا سراتا. اللينجيتولا ترينيريا الحقيقه بتحمل شمى زي البنتاستوميديا، سوري بتقع تحت عائله البنتاستوميديا اللي هو ويتش ار كلوزلي ريليتد للتكس والمايتس. موجوده فين اللينجيتولا رينيريا؟ موجوده في النيزل كافيتي بتاع الدوكس اند اكوزيشنالي هورس اند مان. النيزل كافيتي بتاع الدوكس بارتوكلي البوتشرز دوك والهانتنج دوكس، لان هم دول اللي بياكلوا اللحمه. طيب اللارفال ستيج بتاعتها اسمها لينجيتولا سيراتا، موجوده فين؟ موجوده في الميزنتريك لينف نودز بتاع الفود انيمال اللي هم الكاتل والشيب والجوت والبيك. بتعمل ليجن في الميزنتريك لينف نودز مي بي ميستيكن فور توبركلوزس. لو جيت بصيت على لينجيتولا ريناريا تلاقيها ان سكس ديفرنشيتد ميل اند فيميل. الفيميل بتبقى حوالي 7.5 ل 10 سنتي with broad mouth containing 4 recurved hooks and the integument بيتكون من حوالي 90 segments. الميل بيبقى حوالي about 2 سنتي. اللايف سايكل بتاعتها ببساطة الفيميل بتعيش في النيزل كافيتي بتاع الدوكس about 2 years. الاجزا ابير في النيزل ديسشارجز 6 months after infection. الاكس بقى المره دي عن طريق الفايلنت كافنج او سنيزنج، على سنيزنج انا اسف، هتطلع الاكس هتي نيزل ستشارج. لو فود انيمالز كال باتشر كونتامينيتد بزير نيزل ستشارج هتعمل لارفال ستيج اسمها لونجيتولا سراتا فين؟ في المازنتريك لينف نودز. من المازنتريك لينف نودز ممكن تعمل برضو لارفيا الاقيها في الليفر
وطالما راحت الليفر ممكن الاقي تروح اللانج واذر ليمف نودز زي بريسكابيلار ليمف نودز، زي الاكزيلر ليمف نودز، زي البستير ميديستاين، ممكن الاقيها في اذر ليمف نودز وبظبطي. يعني ممكن الاقي ازوريتد فوكاي في اذر اورجنز زي اللانج، زي الكيدني، زي الهارت، اند اذر ليمف نودز وبظبطي. بس بارتيكولاري هي بتبقى موجوده في الميزنتريك ليمف نودز. عامله ايه؟ شكلها عامل ازاي؟ الحقيقه حجمها بيتراوح من الميلت سايز لغايه البيه، من العساية لغاية حجم البسلة كده، بتبقى يلو جرين في الفريش ستيت، لما بيحصل لها كازيشن كلاسيفيكيشن بيبقى لونها جري ان كلر. لذلك مهم قوي ان احنا نعمل ديفرنشال ديجنوستكس ل اللينجيتيولا سيراتا لارفي عن التوبركلوز. اول حاجه اللينجيتيولا ريناريا هتبقى موجوده على البريفري بتاع الميزنتريك ليمف نودز، موجودة على البريفري and could be shielded out by the tip of the knife. الحاجة التانية ان انا ممكن اعمل microscopical examination to demonstrate the presence of four recurved hooks. الحاجة اللي بعد كده ان ديولس بيبقوا in their fresh state، اللي هي ان ديولس بتاع اللينجيتيولا سراتها يعني in their fresh state بيبقوا yellowish or greenish in color، بس لما بيحصل لهم كازيشن كلاسيفيكيشن بيبقى لونهم جرين. اما التوبركلوس نيديولز بتفضل دايما يلون كلر. يبقى اول حاجه على البريفري كود بيشيلد اوت باي ذا تيب اوف ذا نايف اور ذا بوينت اوف ذا نايف، مايكروسكوبيكال اكزامينشن تو ديمونستريت ذا بريزنس اوف كاركترستيك هوكلتس، واخر حاجه التشينج في الكلر فروم الجرين واليولو الجري كلر لو حصل كازيشن وكلاسيفيكيشن. الجادجمنت بتاعتها ببساطه، لو الميزنتريك لينف نودز بتبقى افكتد بعمل انسز او بعمل كاتنج للميزنتريك في حاجات حوالي 15 سنتي فروم اتس انتستاينال اتاتشمنت، باجي بارل تو ذا انتستين وحوالي 15 سنتي منها واروح قاطع الفات. الفات ده باس فور كونسامشن، وبعد كده اعدم الانتستين والاذر فات، بعدم الانتستين واللي هي بقى ايه، سوري، الانتستين واز اتس اسوشيتد ليمف نودز. يعني الجزء اللي ما فيهوش ليمف نودز باظ في الفوت، الجزء اللي فيه ليمف نود اعدمه. ازاي؟ ان انا 15 سنتي بارل تو ذا انتستين يبقى الفات ده باظ في الفوت، اما الانتستين والليمف نودز اللي حواليها بعدمهم. طيب لو لقيت ازوليتد فوكاي في اذر بوزيشنز في اذر سيتويشنز زي الليفر والسبلين، هنعمل لهم اكسجن او ريموفد، وبعد كده الاورجن باز فور هيومن كونسبشن. اللينجيتيولا سراتا او اللينجيتيولا ريناريا في الهيومن، الحقيقه ان الهيومن كود بي اكت اس فاينل هوست وانترميديت هوست. فاينل هوست ازاي؟ عن طريق ان هو ياكل رو اور بور لكوكت فيزرا زي الليفر، زي اللانج، زي الناس اللي بياكلوا الميزنتريك ليمف نود او بياكلوا الليمف نود كده، بتاع الانترميديات هوستس بتاع الفوت انيمالز يعني بمعنى صح. ده اللي بيسموه نيزوفرينجيال انفكشن، اللي هو بيسموه الهالزون سندروم في الميدل ايست، عندنا في منطقه الميدل ايست بيسموا الموضوع ده الهالزون سندروم، لان بعض اللارفي بتيجي تتعلق في منطقه الزور كده، عشان كده سموه الهالزون زيز او الهالزون سندروم، او اخوانا السودانيين بيسموه المراره. الهيومن برضو كود اكت از اكسيدنتال انترميديت هوستس، وده الحقيقه بيحصل بطريقتين. طبعا عن طريق انه ياكل الاكس، بيكون تو فورمز، انا اسف، اول حاجه ان انا الاقي فيزرال انفكشن، ان هو ياخد الاكس فيكون بقى اللارفين المره دي في الفيزرا بتاعته في اللانج والليفر والحاجه زي كده. الحاجه اللي حصلت رير شويه ان الهيومن كال اكس وحصل فيه انترا اوكيولار انفكشن، وده فيري رير. احيانا بيقولوا على اللينجتولا ريناريا التانج وورم، اللينجتولا سراتا تانج وورمس، انا بتبقى عامله زي التانج شويه. خمسه كيسز من الانترا اوكيولار انفكشن حوالين العالم هاف بين ديسكرايبد. اثنين كانوا من ساوزرن يونايتد ستيتس، واحد في البرتغال، وان فروم اسرائيل اند وان فروم اكوادور. يعني انا عايز اقول ان المان كود اكت از فاينل هوست، وده اللي بيسموه المراره او الهالزون، و اكسيدنتال انترميديت هوست، وده بيعمل تو فورمز
الفيزرال فورم والانتر اوريكولار فورم، ودول انتر اوريكولار ده الفيري رير، اتسجلت 5 حالات حوالين العالم مفيش غيرهم. تالت بارازايت اندايركت ترانسميسبل تو مان هو الفاشولا. الحقيقه الفاشولا يعني اكيد انتوا عارفينها كويس جدا، ده الموست امبورتنت ترماتود وورم اوف كونسرن ميت انسبكشن. احنا عندنا في مصر اللي بتهم قوي اللي هي الفاشولا جيجانتيكا، وبتعمل اصابات كبيره في الشيب، وبعدين بيليها الكاتل، ويليهم او رير شويه في موضوع الكاملز والبيك، لكن بيحصلوا. الفاشولا بتيجي في الهيومن، بتيجي في الهيومن، بس ازاي بتيجي في الهيومن؟ مش عن طريق ياكل لحمه، عشان طريق انه ياكل ووتر كريس واللاتس، واللي هما ما يسموا بالخص والجرير كونتامينيتد باي الانفكتيف ستيج اللي هي الانسيستد ميتاسركاريا. تعرفين طبعا الفاشولا بتبقى ليف لايك، شكلها زي الورق، فلات عليها باكورد دكتور سباينز، باكوردز دايركتد سباينز، ودي اللي بتعمل الريتيشن للبايل داكت وهي بتعدي منها، او الريتيشن للليفر تيشو كله هو بيتعدي منها. حقيقة ان الفاشولا بتحصل في الحيوانات، ناس بيقولوا بير اكيوت واكيوت وكرونيك. خلينا نقول ان هو في الاكيوت فورم والكرونيك فورم. الاكيوت فورم يعني انا الاقي هيباتايتس، الاقي سويلنج للاورجن، الاقي طبعا من كتر السويلنج الاقي الايدجز بتاعته تبقى راوندد، الاقي السيروس كبسول على هيموريس. لو عملت سيكشن في الاورجن ده، وده اللي مهم بقى، لو لقيت الاورجن انفليمد كده وكبير وعليه هيموريس وعملت سيكشن فيه، الاقي فيه ابريتشرز صغيره. لو عملت بريشر على الابريتشر ده، الاقي بيطلع منها سيمي نيكروتيك ليفر تيشو واماتيور ليفر فلوك. الكورونيك فورم وده اللي اكتر هنلاقيه في الاباطوار، ده سببه وجود الادلت وورم في البايل داكت بقى. ده كانت حصل انورمس نمبر اوف لارفي دخلوا الليفر مره واحده. حصلت الادلت ليفر فلوك دي وجودها في البايل داكت او البالكانولوكيلاي، عملت اريتيشن الباساج بالسباين بتاعها، فلاقي ان البايل داكت الول بتاعها بقى سيكند وفايبروست، وده وبيحصل ديبوزيشن لللايم سولت سبيشالي في الكاتل، وده اللي بيقولوا عليه دايلاتيشن اند بايبنس في البايل داكت. البايل داكت بقت واسعه وحصل لها بايبنس، عملت زي الخرطوم بتاع الشيشه كده. في الشيب الموضوع بيوصل ان يحصل اتروفي وديستراكشن الليفر سيلز، معنى كده ان انا الاقي الليفر سيل بقت جري، والاقي شكل الليفر الجزء اللي حصل له جرين كلر، يعني شكل الليفر اللي حصل له سيروزس بقى جريش ان كلر. احيانا الاماتيور ليفر فلوك بتبقى عايزه تدخل البايل داكت عشان تستقر فيها، ففي بقى اللي بيفقد المسار بتاعه، ففي حاجه اسمها المايجراتوري ليفر فلوكس. هو ان الاماتيور ليفر فلوكس فيز تو ريتش ذا بايل داكت، هتروح فين؟ اول حاجه في الكاتل بدل ما تدخل البايل داكت بتدخل برانشز من الهيباتيك فين، وعن طريق البرانش من الهيباتيك فين ده تروح الاقيها فين؟ الاقيها في اللانك، الاقي اريا كده راوند سيست لايك اريا موجوده في اللنج فيها الاماتيور ليفر فلوك. دي الاقيها في اللنج بتاع الكاتل. طب ليه ما بتحصلش في اللنج بتاع الشيب؟ لان الراديكال او البرانشز بتاع الهيباتيك فين في الشيب بتبقى ضيقه شويه. يبقى المايجراتوري ليفر فلوك اول حاجه ممكن نلاقيها في اللنج بتاع الكاتل. الحاجه الثانيه ممكن نلاقيها في الميزنتريك ليمف نودز بتاع الشيب والكاتل. الحاجه الثالثه اند فيري رير كونديشن ممكن نلاقيها في اذر سيتويشن،
زي السبلين والهارت، بس دي حاجات بتبقى او سيروس ميمبرين، دي فيري فيري رير كونديشنز. انما اللي انا عايز اقوله ان انت ممكن تلاقي لما تلاقي سيستلايك ارياس كده في اللنج بتاع الكاتل، توقع ان ممكن يكون فيه ماتيور ليفر فلوك. وممكن برضو الميزنتريك ليمف نودز بتاع الكاتل والشيب يبقى فيهم ماتيور ليفر فلوك. دي بس المعنى. الجادجمنت الجادجمنت لازم سيروزس نقول بصوا كده، الاول ان ده نورمال المان ليفر مش تيشو، هيتعدي ده عن سيروتيك طريق ليفر ان تيشو ياكل لحمه فيها او سيمباتيك اسيدوم، ده نورمال فيها الادلت برايت فرقه بينهم بس نورمال اهو. زي سيروتيك ما اهو، قلنا يتعدي عن دي طريق ان داي ياكل خاصه او جرجير فيهم بايبنس وبايلاتيشن دايلاتيشن للميتا للبايل. السركاري اللي يقولوا. لكن فيبروزس بقى مش الافكتد سيروزس بورشنز او اوف كولنجايتس الليفر الافكتد بتبقى شكلها وهي مقفوله، دي المعنى كلمه هيباتيتس. نلاقي الليفر اللارج والهيمورج واضح عليها جدا يعني، وراودد ايدجز وحاجات زي كده، دي كولنجايتس موجوده في الشيبه واضحه. كورينو كولنجايتس موجوده في الكاتل. دول الثلاثه برازايتس اللي هم اندايركت ترانسميسبل تومان. نيجي بقى للنان ترانسميسبل برازايتس. النان ترانسميسبل برازايتس احنا قلنا هنقول عليهم فيهم سيستودز وفيهم بروتوزوا فهم حتى ارثروبوز وفي النيماتودز. خلينا نبص اليوم سريع. اول حاجه النيماتودز. دي النيماتودز هناخد اسكاريس. منها اتنين يعني، شو انتستين هناخد حجم الاسكاريس عامل الاسكاريس ازاي؟ يقول لك دي على فكرة اللانج شكل وورمز، اللانج اللانج وورم وورمز بتبقى اللي هو 3 لايك وور الكتل أشهر موجودة في يعني، هنقول البرونكاي أشهر أسماء بس وموجودة في أشهرهم في الدكتور الأهي كارلوس 3 لايك فيليريس وورم أهو، حاجة الشيك عاملة زي الدكتور الخيط كارلوس شوية، فيلاريا موجودة في البرونكيال البرونكيال سيل سيراكت اللي أو في النص دي، البرونكاي، أشهر وموجودة حاجة في في الجزء الجزء بتاع بتاع اللانج اللوريس كابيلارس. الكومن شوف هنا ازاي سيت، موجودة في الجزء بتاع اللانج اللانج اللي وورمز قريب من بتيجي في الشيب اللورا.
لها بيبقى عامل ازاي؟ زي ما بقول لحضراتكم بلاقيها شورت فقاي، لونها يلو او ريديش براون ان كلر. موجوده فين؟ موجوده عند الجزء في اللنج اللي تحت البلوره. الفقاي دي بيبقى فيها الادلت بارازايت. لو عملت بوست مورتم انسبكشن هتلاقي فيه كتره البرونكايتس، وطبعا الفيرمنس مونيا. لو فتحت البرونكياي هتلاقي في البرونكياي دي فيها فروسي اوكسيديت، في الادلت بارازايت. الجادجمنت الحقيقه بعد ما الافكتد بارت في السلايت انفكشن، لو اللنج كلها افكتد هعدم ذا هول لنج، كوندمن ذا هول لنج اند جادجمنت على الكاركاس ديبند اون اتس كونديشن. يعني بمعنى اصح لو لقيت حصل سكندري بكتيريال انفكشن هتعمل وفي بقى نمونيا اللي هي اللوبر نمونيا وفي فيفر سيستميك تشينجز، ممكن تضطر تخليك تعمل توتال كوندكشن. بعد كده هنتنقل للسيستودز. زي ما كنا بنقول على السيركس بوفس، كنا بنقول عليها البيف ميسل، فاحنا هنقول برضو على السيركس اوفس الشيب ميسل، وبعد كده هنقول على السيركس كاملياي الكامل ميسل. الشيب ميسل او السيركس اوفس ده اللارفال ستيج بتاع تينيا، قلنا كل السيستات اللي هناخدها بقى، كل التينيات انا اسف اللي هنقولها دلوقتي هتبقى موجوده الادلت اور في السمول انتستن اوف دوج. دي بقى دي لارفال ستيج بتاع تينيا اسمها تينيا اوفس، موجوده في السمول انتستن اوف دوج. السيست بتبقى حوالي من ربع ونص سنتي، وتبقى موجوده فين؟ الحقيقه بتبقى موجوده في الهارت، بغض النظر بتبقى موجوده في الهارت والدافرام. ممكن تكون في المسكلتشر موجود بقى كده ما شفتهاش، لكن مينلي موجوده في الهارت والدافرام. الجامنت ببساطه بعد من الافكتد بارت، يعني موجوده في الهارت بعد من الهارت، موجوده بعد من اللي فيه سيست. دي بعد شكلها كده السيركس تينيكوليس، زي بقول لحضراتكم كبيره السيركس اوفيس، وبعد كده السيركس تينيكوليس. السيركس تينيكوليس الحقيقه ده برضه اللاربر ستيج بتاع تينيا، بيسموها تينيا هيداتيجينا، وكان كمان بيسموها تينيا مارجيناتا. بعد كده السنيوريس سيريبراليس. السنيوريس سيريبراليس ده سيستك تشيبس بتاع تينيا، بيسموها تينيا مالتي سيبس، كانوا زمان بيسموها تينيا سينيوريس، بتبقى برضو موجوده الادلت هورم فين؟ في السمول انتستون اوف ذا دوك. طب بقى اللي هي دي اللارفا دي موجوده فين؟ موجوده في البرين والسباينال كورد مينلي اوف شيب اند جوت، بس ممكن تبقى موجوده برضو في الاوكس والهورس اند ايفن مان، لكن هي مينلي الاربل ستيج موجوده في زي ما بقول لحضراتكم في البرين والسبينال كورد بتاع الشيب والجود. الفولي ديفلوبت سينيور سيريبرال سيست بتبقى عباره عن فيزيكال، بيقولوا عليها ان سن ترانسلوسنت ميمبرينس فيزيكال، يعني فيزيكال شكلها شفاف عشان ما نروحش لبعيد. سن ميمبرينس الحجم بتاعها فيزيكال دي المعنى.
للهنز حجم هيك بتاعها تبقى كبير كبيرة، شوية عليه زي عمر بتبقى حضرتك موجودة جمجمة في الكوسميك، السريبرام، موجودة في وايت الرين سبوتس، بتبقى ودول موجودة اللي في بيعملوا السريبرام، الوول بتاعتها بيبقى الفيوتشر عليها بيت بتاع وايت الهيد سبوتس. بتاع الفيوتشر تي بور. ايه اللي بيعمله المشكلة اللي بيعملها اللارفا دي؟ الحقيقة في البرين او الغنو بتعمل ديزيز اسمه الجيت او ستار دي، اللي هي بتخلي الحيوان ووكنج ان ساركلز في السباينال كورد، طبعا هتعمل باراليسس، وبالتالي في كلا الحاجتين الانيمال ده يحصل له، لو ما تلحقش هيحصل له ايماسيشن، ايزر ان هو ووكنج او سيركلز نتيجة الجيت أو الستارت الحيوان، يعني ووكنج ان سيركلز، بالتالي مش هيقدر يوصل للفوت، أو إن حصل له بلس مش هيقدر يوصل للفوت، وبالتالي هيحصل له الحيوان ده إن يجيله إيماسيشن. ولذلك ده مهم هنا في الجادجمنت، لأن في الإيرلي ستيجز بيفور ذا أونست أوف إيماسيشن هنعدم الأفكتد بارت، مفيش مشكلة. طب الإيماسيتد كاركس أكيد هعدمها عشان الإيماسيشن. بعد كده السيركس كاميلياي او السيركس دورمادري ذات السينامين اللي احنا قلنا هنسميها الكامل ميسل. الحقيقه دي سيستك ستيج بتاع تينيا افكتنج ذا هيني اللي هي الضباع، او بيسموها التينيا هيني. السيست بتبقى حوالي 3.5 ل 8، بتبقى صغيره شويه، مليمتر لونج و2 ل 4.5 مليمتر وايد. الحقيقه ان في لارجر سايز ممكن تلاقيها موجوده فين؟ موجودة بتبقى موجودة في الهارت والمسيطر ماسلز و الاذر سكيلتال ماسل والليفر. طبعا بتختلف عن السيركس بوفيس ان السكولكس المرة دي بيبقى ارمد وز دبل رو اوف هوكس، يقولوا ان هم الترنيتنج لارج اند سمول هوكس، ده موضوع ما يهمناش كتير ان هو دبل رو اوف هوكس. الكامل فيه مشكلة انه ممكن يتصاب بالسيركس بوفيس والسيس سيركس اوفس والسيس سيركس كاميلياي. بعد كده لذلك الجادجمنت سيستم هي مفهوم اتنين بيعتبر، اللي هي حاجه اسمها يعني السيس سيركس بزوفورمس بنطبق عليه والسيركس الحكم بتاع السيس بزوفورمس اللي هي بيعتبر ستيج بتاعتين يا من بلاتو بتاعتين يا بزوفورمس اللي بتبقى واللايت موجوده في انفستد كاركس. الاورجانيزم دوك اما اللارفال ستيج من اسمها كده بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الرابت. فين في الرابت؟ بشروط بتبقى موجوده زي تحت السيرس ممبرين والبايلنج او بتاع ستيلنج المومنتم والميزنتري او الليفر، ذات ان انت هتعمل بيبقى كوندمنيشن الحجم بتاعها ليتل لارجر ذان بي. الحقيقه هي الموضوع يتطلب يعني ان انت تعمل كوندمنيشن تو ذا افكتد بارت تو انتربت ذا لايف سايكل. يبقى السيركس بوزيفورمس بيبقى حجمها ليتل لارجر ذان بي، موجوده تحت السيرس ممبرين بتاع المومنتم والميزنتري والليفر بتاع الرابت، والجادجمنت بتاعها ان انت بتعمل كونتامينيشن تو سافكتد بارت. الموضوع التاني المالتي سيبس سيريال سيست، ودي اللارفر ستيج بتاع تينيا سيريالس اوف صدوق، برضو يعني سمول انتستون اوف صدوق. اللارفر ستيج بتاعتها بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في السب كوتينيوس والانتر ماسكولار كونكتيف تيشو في رابت. فين تحديدا؟ في السب كوتينيوس تيشو بتاع الباك واللوين
اللي هو الحته بتاع البطن او بيت الكلاوي اللاين يعني البطن، واحيانا السبكوتينيوس تيشو بتاع الاكسترنال ماسيتال ماسل تعمل بروتروجن اوف ذا جو، بيبقى السايز بتاعها بيوصل للكرز لحجم الكرز او الكريز يعني. الجادجمنت بتاعها بتعتمد على العدد بتاعها، لو في ون نمبر هنعمل كوندمنيشن تو ذا افكتد بارت والكاركاس ابروفد فريم ورك سانكشن، لو في عدد كبير منها هنعمل كوندمنيشن تو بعد كده ذا البروتوزوا، اول رابيد البروتوزوا كاركاس. هناخد منها المهم ايه في السبتوسبيديا الناس اللي بيشتروا الرابيد، الريديا والناس الرابيد والبوكسيديا. سيلرز اللي بيبيعوا الرابيد دول عرفوا ان بيبقى في البروتوزوا سيستم موجوده، دي برازايت فبيعملوا بتبقى لها موجوده باك في شفرات الاستحاجه المصل كده، بتاعها. المفروض معظم الناس بتشتري الفرتبريت رابيد بتبقى يعدوا الايد بتاعها لايس ويزن ذا على ماسل جسم يعني الرابيد انترا كده ماسكولار وزايد تو يعني، ذا تيل، بتبقى عباره عن عشان سكار لو شيبد ليه تيل ايوبس لو اليفيشن فلاب حضراتكم تويتنج لو سمول اليفيشن، ميشرز دي تيوبس معناها ان في بتتقسم ترانسفيرس مصري سبسريال لنمبر سيستم، اوف تشامبرز، او لو كان اللي فيها سايكل سايكل شيبت شارت ما بتلاقيش، نيوكليتد بادز لو لاقي اللي هم ديبريشن بيسموهم موجود سبوروزويد دي سب معناها سكور باسس. بانك شارت مالتي سيبس سيريالس نتيجة البريشر السايكوبريتيا اتروفي، في فهلاقي منها فيه سبيشيز كتير ان جدا في اكتر من 2000 سبيشيز ديبريشن موجود، في منها في جسم ماكروسكوبيكال الرابط. ومايكروسكوبيكال، في منها حاجه بتشاف بالعين المورده وحاجات ما بتشافش بالعين المتربه، بتبقى موجود زي ما بقول لحضراتكم في الاسترييتد ماسل بارتيكولاري زوس اوف ذا سوفيجاس والديافرام والانتركوستال السايكوسبريديا المهمة ماسلز، في الميت دول انسبكشن بيبقوا الحقيقة موجود فيهم الماشينيريا في البيك، السايكوسبريديا التينيلا بتاع الشيبو جوت، البلانشاردي والكروزياي بتاع الكاتل، وفي سبيشيز الحقيقة عندنا بنلاقيه كتير في مصر قوي لو في حتة تانية، اللي هي اسمه البالبينيا جيجانتيا. البالبينيا جيجانتيا لارجر سبيشيز من السايكوسبريديا، بيبقى موجود في الاسوفيجاس والتانك بتاع البافالو اللي بيتذبح عندنا في مصر، حجمها تقريبا بيبقى قد حجم اللبه بتاع القتايه، شكلها ابيض زيها بالظبط. الجادجمنت الحقيقه على الساركوسبريديا فري كورس بتقول ان الساركوسبريديا ترانسميسبل تو مان، يعني في اتنين سبيشيز خاصين بالهيومن اللي هم البوفي هيومنس الساركوسيست السو هيومنس والبوفي هيومنس، وفي سبيشيز بيتنقل بيقولوا من الكونسامشن اوف كونتامينيتد ميت اند فود اللي هو اللانديميني ساركوسيستس لانديميني، ده الساركوسيست لانديميني ده اللي هو ممكن يكون في روكرز جدا بتقول ان الساركوسبريديا ترانسميسبل تو مان، لذلك ساعات بلاقي الافكشن لوكالايزد في الاسوفيجاس او الدايفرام بعد من الافكتد بارت ديو تو الانماركتابيليتي. الكركس ممكن تتعدم الحقيقه لو في جنراليزد افكشن للماسكوليتشر، يعني لو لقيت لوكالايزد في البارتس اللي هو موجود فيها في قصة افرام في الطنج عدم افكتد بارت، طب لو الكركس كلها مصابة هعدم اكيد. الكركس كلها لان هي تبقى ان ماركتبل. الكوكسيريا الحقيقه في منها سبيشيز كتير زي اللي هي بيسموها الاميريا، يعني الاميريا فرويد اللي بتبقى موجوده في الشيب والجوت، الاموريا زورناي اللي هي بتبقى موجوده بتعمل ريديزنتري بتاع الكاتل، وفي سبيشيز من الساركس من الكوكسيريا انا اسف اللي اسمها الاميريا ستيدي اللي هي بتعمل بتيجي في الرابت ليفر. الاميريا ستيدي بتعمل راوند وايت سبوتس في الرابط ليفر بيميم ستيكن في التوبركلوزس، لو حضرتك عايز تفرقهم ببساطه هتلاقي ان الاميريا ستيدي
الراوند الراوند وايت ارياز دي او الضغوط دي بتبقى الريجولار ان شيب يونيفورم ان سايز كلها نفس الحجم اند ديستريبيوتد ايفنلي ثرو ذا ليفر، بعكس التوبركلوزس في الرابت ليفر بتبقى اوكيرنج كلاسترز اند اوف ديفرنت سايزز. ببساطة الليفر اللي فيها كوكسيديا بتاع الرابت هعمل تريمنج للافكتد بارت. طب لو الليفر كلها افكتد هعدم الليفر. الكاركس ممكن تتعدم لو الكوكسيديا دي اثرت عليها وعملت فيها ايماسيشن. البابزيوزس او الريد ووتر فيفر او التاكسس فيفر زي ما حضرتك سمعتها اسمها كتير، يعني مشكلة جدا لو جت كاركس فيها بابيزيا في الأبطوار، والغالبا لو جت فيها بابيزيا يعني هتبقى جا كإمرجنسي سلوتر كذبح عوارض. ببساطة خالص هتلاقي الفليش ده بيبقى بيل فيري ووتري اند مويست، البلاط بتاعه سن، تيجي بعديها على طول تروح رايح عند الليفر. الليفر للحقيقة والسبلين هتلاقي الليفر فيري انلارجد، بتبقى يولو اكتريك انا اسف، والجول برادر فيها كولوت بايل. تبص على السبرين تبقى فيري لارج سبرين، بيبقى 4 ل 5 تايمز اتس اوريجينال سايز زي حالات الانثراكس بالظبط، بس السبرينج بالب مش هتبقى صولت، يعني بمعنى صح السبرين مش هيبقى دايب، هيبقى فارغ، وده اللي بيخليه يختلف او الفرق بينها وبين حالات الايه الانثراكس. محدش قال خالص ان البابيزيا بتتنقل عن طريق الانجيشن اوف ميت، مش هيحصل خالص يعني، لكن الحقيقه الكاركس في البابيزيوزس، وانت شغال في الفترينري كلينك تنصح اي حد ان كاركس فيها بابيزيا يروح الراجل حللها ولا ما حللهاش؟ ما ينفعش، لان الحقيقه الكاركس دي شود بي كوندام ديو تو فيفر برونونسد انيميا سيفير جوندس او ايماسيشن. الجودة بتاع اللحوم في هذه الحالة سيئة جدا سيئة جدا، وبالتالي لازم نعمل الكونتامينيشن. اخر حاجه اقولها لحضراتكم بسرعه هي الارثروبودا. الارثروبودا اللي هي الوارب الفلاي اللي هي اول حاجه هاخد الهايبوديرما بوفس. الهايبوديرما بوفس من اسمها كده تبقى موجوده فين؟ في السكوتينس تيشو بتاع الكتل. حجمها تقريبا بيبقى من 1.5 ل 2.5 سنتي، بتبقى براون اور يولو براون ان كلر. بتعمل لما بتوصل للماتوريتي بتاعتها بتعمل بورنج ثرو سكين تضرب تو ذا جراوند، ده بيخليها تعمل سيفير انفلاميشن في السبكوتينيوس تيشو. الاقي في لارج اماونت اوف فلويد موجوده في السبكوتينيوس تيشو نتيجه الفلويد، واحيانا بيبقى فيه هيمورج في السبكوتينيوس تيشو والناس تقول عليه البوتشرز جيلي. الحقيقه كل المشاكل اللي بتعملها هو موضوع الانفلاميشن في السبكوتينيوس تيشو اللي لازم تعمل سكرابنج بالنايف عشان تشيل الاوتوميتاز بارت ده. وطبعا بتعمل دي شكلها بتفصل الهاويه صغيره يعني كل شويه بتعمل بورنج، ودي لما كبرناها دي اسوفجاس بتاع شيب في تينيلا اهو ساركوسيس تينيلا. دي ساركوسيس موجوده في الهارت بتاع الكتل اسكاريس، شفنا ساكت قبل كده مكرره. سيركاس تينيكولس متكبره شويه، دي ليفر فيها فشوله واضحه قوي يعني،
ودي برضو دايلاتيشن وبايبنس وبايل دكت. بكده يبقى الجزء بتاع البارازيتك ديزيزز خلص ان شاء الله بالتوفيق، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.